صباح الخير استاذ ايمن. صباح النور استاذ رامز. كل العزاء لك وللهبرية ولجميع اللبنانيين بسقوط الشهداء المسعفين السبعة. اليوم هذا الاستهداف هو ليس الاول يعني للهبرية، ولكن الاستهداف لنتيجة سقوط شهداء من المسعفين. تفاصيل اكثر معك يعني عن الاستهداف اللي حصل فجر هذا اليوم، مركز هذا الاغاثي، طبيعة عمله المحلية بتقديم المساعدات للناس، كل التفاصيل معك اذا بتحطنا فيها. هذا مركز اغاثي تابع لمنطقة العرقوب كلها. يعني هذا كان بالايام من اول امبارح واللي قبله كان عم بيقوم باغاثة الناس. وعم بيساعد الناس بمنطقة شبع الهبارية، فشو بأي حدا بده كان أي شيء كان هو موجودين، مش بس إغاثة من الناحية الحربية أو القصف أو شيء، حتى من الناحية الإنسانية إذا حدا مريض أو حدا عشبه شيء كانوا هم يهتموا وينادوه على المستشفيات الموجودة. لا مبارح الساعة واحدة بالليل قام العدو الصهيوني، العدو الغاشم اللي ما بيفهم ولا عنده ميثاق دولي ولا بيفهم بالإنسانية، قام بقصف المركز اللي فيه سبع شباب بعدهم بأول عمرهم بالعشرين سنة واثنين وعشرين سنة، حتى في شابين توم يعني من نفس البيت كانوا موجودين بين الشهداء. أن الشابين من آل الشعار؟ صحيح، عبد الرحمن الشعار وأحمد قاسم الشعار. صحيح، شابين هيدولي توم كمان كانوا موجودين. هيدولي ما لهم علاقة بالحرب، ما لهم علاقة بالسلاح، هيدولي عمال بيخدموا الناس، عمالي بيضلوا كل الليل وكل النهار سهرانين لحتى يخدموا ويكونوا موجودين. هن متطوعين صح؟ متطوعين صحيح. فلأجى العدو الصهيوني امبارح وعمل المجزرة اللي هي مجزرة فاجعة للمنطقة عندنا كانت، وكانت يعني عن جد شيء كتير مؤسف ومرعب عندنا في المنطقة. أنه يمكن هذه المجزرة يمكن الثانية اللي بلبنان من أول ما بلشت الأحداث، من ثاني اكبر مجزره او يمكن من في هي طاوله النبطيه نفس العدد، يمكن سبع شهداء. فشو ما نقول، نحن عزائنا للبنان كله ولمنطقه العرقوب، ومنطقه العرقوب مش اول مره بتقدم. منطقه العرقوب هي كانت وما زالت عم تقدم الشهداء من اول ما فات العدو الصهيوني من 67 لل 76 كله كان في عندنا شهداء مقدمينهم نحن كمان. وشو بدنا نعمل؟ ان شاء الله من عزائنا لكل اهل الشهداء. المركز تابع لجمعيه الاسعاف اللبنانيه رئيس؟ يعني البيان صحيح، هي تابعه للهيئه الاغاثه، الهيئه الاغاثه التابعه للاسلاميه، الهيئه الاغاثه الاسلاميه. تفضل. وهيدي تابعه يعني في هذا كذا مركز بالبقاع، في بالشمال، في بكذا منطقه لهم مراكز رح تلي يساعدوا الناس. طيب شو بترد على ادعاءات يعني العدو الاسرائيلي دائما بعد الاستهداف يتحدث انه عن بمنطقه العرقوب او كفرشوبه في يعني نشاط عسكري للمقاومه اللبنانيه، شو يعني بتعلق على هذا الموضوع؟ اكيد بالمنطقه عندنا نحن في نشاط، منطقه الهبريه، العرقوب، شو اسمه، في مقاومين وفي نشاطات، بس هدول اللي انضربوا امبارح ما لهم علاقه بالنشاطات العسكريه. يعني وحتى النشاطات يعني المقاومه موجوده بالجبهه وعم بتحارب من جميع الاحراش المنطقه. يعني من الاحراش بعيدا عن اللي كان عم بيصير الرد، بعيده عن المنازل او منازل القريه او بيوت القريه. صحيح، هذه موجوده وكل الناس عم بتشوفها، بس اللي عم بيقولوا عنه العدو الصهيوني انه استهدف شيء عسكري هونيك عندنا بالهبريه، هذا الحكي منه مزبوط ومنه صحيح. هذا مركز للدفاع المدني لمساعدة الناس، ما له علاقة بأي نشاط عسكري. بدي أرجع بس قبل ما أختم معك، لأنه دائما بنقول أنه يعني اليوم الشهداء، كل الشهداء الذين يسقطون هم ليسوا أرقام، لديهم عائلات، لديهم مثل ما عم تحدث حضرتك أنهم متطوعين، لديهم حياة أيضا. غالبية هؤلاء الشباب يعني من المتطوعين اليافعين، يعني اللي عندهم ربما بالجامعات بعدهم أو عم يتعلموا أو عندهم أشغال أخرى. اليوم بالحديث عن الشهداء وعن إذا التشييع رح يصير أمتين التشييع، إضافة هل كان في جرحى أيضا؟ تحدثت بعض المعلومات أنه كان في أربع جرحى، وضعهم الصحي إذا كان في صحيح أنه في بعد أربع جرحى. هلا اللي كانوا بالمركز هم السبع شباب اللي استشهدوا،
استشهدوا كلهم اللي بقلب المركز. جرحى اصابات طفيفه من الجيران اللي كانوا، لانه هو المركز بيصير بوسط القريه بين البيوت يعني منه بعيد عن البيوت. فصار في جرحى من جراء الزجاج والضغط طاول الصاروخ اللي نزل، بس الحمد لله لا اصاباتهم كثير طفيفه وما في شيء ان شاء الله. الحمد لله على سلامتهم الجرحى، الله يرحم الشهداء المسعفين السبعة. شكرا لك. بتحب تضيف شيء بعد سيد أيمن رئيس بلدية الهبارية؟ نحن كنا بنتمنى انه حدا من الدولة يكون عمالي بيتابع الموضوع او حدا مهتم، لحد يطلع نحن ما حدا لا حكينا ولا شفنا حدا من الدولة اللبنانية نائب وزير او حدا اتصل قال شو بدكم، شو فينا نساعد، شو فينا نعوض، شو فينا هذا هالشيء. نحن بنتأسف انه لا شفناه وهلا ولا قبل. قبل انا يعني هلا يمكن يكون حدا انه بعد في وقت، بس قبل هل بهذه المرحله طيله هذه يعني الاشهر الخمسه او دخلنا بالاشهر السته ما كان في يعني اليوم مساعدات او اطلاله عليكم من قبل الدوله باجهزتها الرسميه؟ يعني ما في لك انه في الا يمكن الهيئه العليا للاغاثه اجوا ومره وقدموا شيء مساعدات غذائيه للناس، بس مش اكثر من هيك. في حالة نزوح من الهبارية مثل باقي مناطق الجنوب أم مليون ناس صامدين بعدهم ببيوت؟ في عنا نحن بعد أكتر ضيعة بعد فيها ناس صامدين، عنا نزوح بس مش مثل الكفرشوبة والمناطق اللي قريبة أكتر على الحدود. في عنا ناس نازحة لعنا كمان، نحن يعني أنت بتلاقي ناس هلأ من كفرشوبة نازحة على الهبارية كمان ومن كفر حمام ومن الضيعة اللي حوالينا، وفي ناس نزحت من الهبارية يعني خوفا من الوضع كمان. شكرا لك رئيس بلدية الهبارية أيمن شقير، ومن جديد كل العزاء لأهالي الشهداء المسعفين السبعة الذين استشهدوا اليوم جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي.